السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تبقوا بخير. احنا هنتكلم النهارده دايما في المداخل التنميه، ونتكلم على التنميه واي حاجه ليها علاقه بالتنميه. مهم جدا ان احنا نعرف يعني ايه اصلا مفاهيم التنميه، وازاي تطورت التنميه، وازاي الدنيا اتطورت من مفاهيم مختلفه ومداخل مختلفه للتنميه، وبعدين لغايه ما وصلت للوقت الحالي اللي احنا فيه اللي هم بيسموها التنميه المستدامه او اهداف التنميه المستدامه. هنتكلم النهارده عن مفاهيم التنميه، يعني ايه التنميه ويعني ايه كلمه التنميه دي كلها بصفه عامه. اول حاجه في مفاهيم التنميه ان في تطور، اول ما بدات التنميه تدخل جوه المجتمعات كانت معتمده دايما اعتماد كلي على الانسان، احتياجات الانسان الاساسيه. تلبية احتياجات الإنسان الأساسية دي هي أهم حاجة أو أهم مدخل من مداخل التنمية اللي كانوا بيتبنوها أول ما بدأت التنمية في الشروع لتقديم خدمات بتاعتها. فمفهوم الإحسان هو الأعمال الخيرية. يعني إيه الأعمال الخيرية؟ كل الأعمال الخيرية اللي ليها علاقة بالإنسان، اللي بنقدم الخدمات للإنسان، إن إحنا إزاي نقدر نقوم المساعدات الاجتماعية بتاعتها. بنقول اللي هو يقوم مفهوم هذا المفهوم على تقديم المساعدات الاجتماعية للطبقات المحرومة والفقيرة. كل تركيز الخدمات أو المساعدات على الطبقات الفقيرة والمحرومة التي تفتقد إلى الاحتياجات الأساسية للمعيشة بتاعتها، وهو ده المدخل الأساسي بتاع التنمية. يعني ما كانش بيبص لتطوير مدينة، ما كانش بيبص لتطوير أحياء، ما بيبصش لأن احنا إزاي نرتقي بمستوى الحي ولا الكلام ده خالص. هو بيبص الأساس كله هو تقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية الملحة للأشخاص الفقراء أو المحتاجين، اللي هما ممكن يكون مثلا أصابهم سيول، أصابهم أي حاجة، فقر معين أيا كان. بتقتصر أنشطة مؤسسات تنمية المجتمع على أعمال الإحسان فقط، يعني كل الأعمال الخيرية، كل المساعدات اللي بتقدم من مؤسسات المجتمع المدني هي مساعدات خيرية فقط لا غير. مفيش أي حاجة لمشروع تنموي، ولا في أي فكرة مشروع، ولا أي حاجة خالص. هو إحنا بس موجودين عشان نلبي احتياجات الإنسان الأساسية. بيوفر هذا المفهوم حل مؤقت لقضايا المشكلات التنمويه. طبعا بيعمل كده صح، لان هو الانسان اول حاجه من احتياجاته الاساسيه هي الاكل، الاكل والشرب والمأوى. المأوى اللي هو المكان يقعد فيه، اللي يقدر يسكن فيه، ممكن يكون بيت، ممكن يكون خيمه، ممكن يكون مخيم، ممكن يكون ايا كان. فهو مؤسسات المجتمع المدني بتحاول انها تلبي الاحتياج ده. الأنشطة في هذا المفهوم لا تتوافر فيها الاستمرارية، لأن احنا بنقوم ان احنا بنقدم لك الخدمة وخلاص. دور المؤسسة أو دور المجتمع المدني بصفة عامة في الفترة دي أو في أصحاب المذهب ده، هم ان هم بيقدموا الخدمة وخلاص وبيمشوا، يقدموا المساعدة في وقت الاحتياج ويمشوا، ما عندهمش أي نوع من أنواع الاستمرارية. بنشوف تطور المفاهيم التنمية لتلبية احتياجات الإنسان. كان من ضمن الأمثلة اللي احنا بنتكلم عنها منح مالية ومباشرة ومتكررة، يعني ممكن نروح لأكتر من مرة وأكتر من جهة لنفس المكان نقدر نقدم لهم مساعدات، ممكن تكون شهرية مثلا، أو ممكن تكون ربع سنوية أو موسمية حسب اللي احنا نقدر نقدمه. تقديم المأوى والغذاء زي ما كنا لسه بنقول، ان احنا ازاي نقدر نقدم الغذاء اللي هو الاحتياج الاساسي للانسان. المأوى المكان اللي يقدر يعيش فيه، اذا كان حتى كان في بعض سبل الحياه المعيشيه البسيطه او ايا كان، المهم ان احنا نقدر نوفر له مكان يقويه من في العيشه. يعني رعايه صحيه وادويه مجانيه، ان احنا ممكن نروح نعمل مثلا حملات قوافل طبيه مجانيه، بنعمل حملات طبيه في بعض القرى، نعمل الحاجات دي كلها، نقدم لهم العلاج ونقدم لهم الخدمات الصحيه اللي هم محتاجينها وخلاص. وبتمشي القافله مدتها يوم، مدتها يومين، مدتها 3 ايام حسب الاحتياجات او حسب مساحه القريه اللي احنا بنعملها. وبعد كده المؤسسه بتمشي بتروح تتنقل في حته ثانيه وهكذا، وبتبدا الخدمه تتكرر. من ضمن مفاهيم الثاني، من ضمن مفاهيم الاحسان هو الخدمه. تطور بقى شويه من الاحسان ان احنا نقدم بس مجرد احسان، الى ان احنا نقدم خدمه نقدر نقدمها للناس. اصحاب المنهج ده بيقول ان بنقدم الخدمه هيئات سواء تطوعيه او اجتماعيه مقابل مساهمه بسيطه او رمزيه من المستفيدين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مهم جدا ان المستفيد اللي بيستفاد من الخدمه دي لازم يكون له دور معانا. ممكن يكون اجر رمزي، او ممكن يكون تطوع، ممكن يكون هو بنفسه يشتغل مع المؤسسه ان هو يعمل الحاجات اللي بيحتاجها هو، لكن ايا كان نسبه المساهمه ممكن تكون اما رمزيه او شخصيه. هنشوف برضو الكلام ده. خدمات زي ايه؟ خدمات صحيه، مستشفيات، مراكز طبيه، خدمات تعليميه زي مدارس، مراكز التعليم، فصول محو الاميه. مهم ان احنا نعلم حد ونجبره ان هو يعلم حد تاني وتفضل الدايره توسع وهكذا. يعني لازم الشخص اللي بيتلقى الخدمه او مستفيد من الخدمه لازم يكون له دور معانا في الخدمات اللي احنا بنعملها بعد كده فيما بعد.
خدمات البنيه الاساسيه زي الطرق زي الصرف الصحي الكهرباء الميه وغيرها، الحاجات دي كلها لازم الناس تشارك، لازم الناس تشارك اما مساهمه رمزيه عشان تحصل على الخدمه دي، او حتى يكونوا يجمعوا مجموعات عمل وفرق عمل تساعد المتطوعين او منفذين هذه الخدمات ليهم ان هم يكونوا يساعدوهم في تلبيه احتياجاتهم دي. مفهوم التنميه الحديثه ومؤشراتها، طب مفهوم التنميه الحديثه ده ظهر شويه مفاهيم مختلفة للتنمية، وبنخص بذكر هنا مفهوم التنمية الحديثة اللي تبنتها هيئة الأمم المتحدة. كانت هي بتقول المفهوم ده معناه أو تعريفه بيقول هي العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية. خلينا بس الأول نشوف في المفهوم ده حتة مهمة جدا، إن هي توحيد جهود المواطنين مع الحكومة، يعني مهمة جدا المشاركة. المشاركة مهمة جدا، مفيش مشروع تنموي ينجح من غير ما يكون في حاجة اسمها مشاركة مجتمعية. وليه للحكومة؟ عشان الحكومة هي اللي هتديك شرعية وجودك جوه المجتمع اللي انت موجود فيه دي. على ايه هنطور او هنحسن ايه؟ هنحسن الاحوال الاقتصادية، هنحسن الاحوال الاجتماعية، هنحسن الاحوال الثقافية البيئية في المجتمعات المحلية اهي، ولمساعدتها على الاندماج في حياة الدولة والمساهمة في تقدمها باكبر قدر مستطاع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مهم قوي ان احنا عشان ننمي مجتمع من النواحي الاقتصادية الاجتماعية الصحية البيئية ايا كان الحاجة اللي احنا هنبدأ ننمي فيها المجتمع، مهم جدا ان احنا ننميه بالمشاركة. فده مهم قوي يكون في تنمية ويكون في مشاركة عشان نقدر نرتقي بالمجتمع.